لله كان اجواء زوينه في الامتحان و الحمد لله كنا معولين عليه غير تحط بحال الماط فيزيك تحط شي حاجه صعيبه الحمد لله تعاملوا معنا هذه المره متعب قال لي الوقت عاودت الورقه كاع ما لقيت ما يدار عاودت الورقه الحمد لله راه خدام روزه ولا حتى حسيت حيت كان عندي مشكله في الفرونسي ديالو واش عمرنا قرينا اخويا شي صعيب بزاف هادشي راه من راسه حنا كندوزو قرانا اخويا والو يا ربي يفرحوا الوالدات العام يا لا ان شاء الله يحيى النور يا انا ان شاء الله تعطات خطه العين هي اقل نقطه غادي نجيبها في هذا الامتحان داكشي كان سهل باك فوري سهل صباح داخلين ندوزو ما علينا ما بينا شي دخلوا لنا اللجنه بزاف الدراري بزاف تشدوا حنا خليونا نقلو بغينا نشحوا في حوالي صباح الدراري بزاف اللي بغينا نقلو شدوهم 48 ساعه انا فرحان بدل اللي بيدي لا باش ديم صرنا حنا وحسنوا مع الزحش العام باك راه كيتشاش حنا ما بغيناش والو راه باغيين نحضروا راه حنا نمشيو نصبروا بها الوالدين نعلق البلاصه وخا هادشي اللي كاين وير خلي الدراري مساكين نقلو وين نشحوا اما حنا راه بريبارينا ودلنا اللي علينا لانه داكشي راه تحت صعيب راه صباح اخويا الدراري هنايا كانوا جاهم شويه الفرد صعاب خونا فهمشكي اللي جاي باغي فهمشي له باغي يصوفي راسو نقل شويه فهمشي له ولكن المراقبه بزاف اخويا حراسه مشدده اخويا الدراري باغينا نصوفي والديهم والعباش فهمشي راك تشوف انا كاين هنا احياء شعبيه الحياه حسانه اخويا والله يدير لهم الشوال ما يكونوش شعوب باش حاسين شحال من شيء شمو يداكم الموقف ديالهم ان شاء الله اخويا